لم يتأخر الرد اللبناني على تلويح إسرائيل باستهداف مطار بيروت بعد معلومات عن نقل إيران أسلحة إلى حزب الله عبره. وأكد كل من وزير الداخلية اللبناني ومدير عام الطيران المدني أن هذه الأخبار عارية عن الصحة. وفيما أشارت الاتهامات إلى شركة طيران معراج الإيرانية بأنها تنقل أسلحة ومعدات حساسة إلى حزب الله، أوضح المدير العام للطيران المدني في لبنان أن هذه الشركة نظامية وبدأت بتسيير رحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ 14 من نوفمبر. هل هذا النفي اللبناني يلغي التهديد الإسرائيلي؟ وعلى ماذا تستند معلومات نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان؟ معنا الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين قبمورية. أستاذ أمين، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. أولا، لا أدري إذا كانت إسرائيل تؤكد أن هناك نقل لمثل هذه الأسلحة. بحسب ما قرأت من تقارير، إسرائيل تقول قد يكون هناك ربما نقل لأسلحة إيرانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي. هل النفي اللبناني الذي تحدثنا عنه يعني يلغي هذه المسألة، هذه الاحتمالية تماما؟ طبعا ليس سرا أن حزب الله يتلقى السلاح والأموال من إيران، لكن باعتقادي أن مطار بيروت ليس المكان المناسب من أجل ذلك. يعني أولا المطار تحت الرقابة، وهو في الآونة الأخيرة ازدادت الرقابة عليه، هو منطقة مفتوحة، في هناك تداخل في الأجهزة الأمنية التي تعمل في داخل المطار وفي محيطه، وبالتالي لن يكون هناك سرا ما إذا كان وصل مثل هذا السلاح أم لا. حتى هذه اللحظة رغم كل الغارات التي يعني يتعرض إليها الإيرانيون وخطوط الإمداد لحزب الله في سوريا، أعتقد أن الطريق البري لا يزال صالحا لإيصال ما يريده حزب الله من سلاح أو غيرها من المعدات. باعتقادي أن بيت القصيد في كل هذا الموضوع ليس السلاح بحد ذاته، باعتقادي أن بيت القصيد هو المطار، مطار بيروت آخر شريان للبنانيين، يعني بعدما أغلق المطار وكلنا نعرف ما الذي يحصل في سوريا. وبالتالي منذ مدة وحتى اليوم هناك تساؤلات، هناك طروحات لبعض الأسئلة فيما يتعلق بأمن المطار وبقاء المطار في منطقة أمنية تحيط بها المخيمات الفلسطينية وبالتحديد المربع الأمني لحزب الله. حتى بعض اللبنانيين يشتكون من ذلك. فالسؤال، هل ما هو الدور المقبل للبنان وتحديدا لمطار بيروت؟ وهذا سؤال مشروع، وخصوصا في الآونة الأخيرة كلنا سمعنا عن حادثة تعرض بعض الطائرات اللبنانية لإطلاق نار إما عشوائي وإما مقصود في أماكن محددة. والجهات الأمريكية والجهات الغربية منذ فترة وحتى اليوم أيضا تطرح مثل هذه التساؤلات حول مكان المطار ووجوده. وبعض الجهات اللبنانية أيضا تطالب بأن يكون هناك مطار لبناني آخر في منطقة الشمال أو في منطقة جبل لبنان غير مطار بيروت، خشية من الطريق وأشياء من هذا القبيل. إذن مطرح مسألة المطار هي المسألة باعتقادي. نعم، مسألة المطار مسألة أساسية أستاذ أمين، ولكن يعني لماذا إسرائيل تطرح هذه المسألة في هذا الوقت بالذات؟ يعني إسرائيل لا تكترث بالنسبة للمطار، سواء عمل أم لم يعمل، سواء يعني كانت الأمور ماشية فيه أو لا. لماذا تطرح إسرائيل هذا الموضوع؟ باعتقادي هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للإسرائيليين. لا أعتقد أن الأمر اليوم مطروح بصيغة شن حرب، يعني أعتقد أن الجانب الإسرائيلي ملهى بأشياء أخرى، لديه مسألة غزة، لكن هذا لا يلغي أن يعني وليست المرة الأولى التي يوجه الأنظار فيها إلى مطار بيروت أو إلى محيط بيروت. يعني قبل سنة، قبل أشهر عدة، جرى الحديث عن وجود مخازن في محيط المطار أو حتى في داخله. باعتقادي أن الغاية الأساسية هي الضغط الكبير من أجل خلق مشكلة داخلية. اليوم عندما تقول أن مطار بيروت مهدد بهذه الطريقة، معنى ذلك أن هذه الرسالة يعني رسالة تؤخذ في الاعتبار من قبل خطوط الجوية وشركات الطيران الأجنبية. فبالتالي هل المطلوب اليوم التضييق على مطار بيروت بعدما أغلق منفذه البحري؟ هذا سؤال كبير، يعني وبات اللبنانيون يتساءلون أي مستقبلا يرسم لهذا البلد، ما هو المطلوب من هذا البلد.
كنا نظن أن الأمور قد تتوقف عند ما ينتهي الترسيم الحدودي للمياه، يعني المياه الأقليمية، لكن على ما يبدو أن الأمور لا تزال تتدحرج ومن شأنها أن تأخذ البلد إلى مكان صعب. وحتما اليوم مثل هذه الأنباء لا تسر كثيرا شركات الطيران الأجنبية التي لا تزال تأتي إلى بيروت. دعنا نعود إلى المطار نفسه أستاذ أمين، يعني المطار كما أشرت قبل قليل يقع ضمن منطقة نفوذ أو المربع الأمني التابع لحزب الله، هذه المنطقة برمتها هي منطقة حزب الله. ما الذي يضمن أن يكون هناك عمليات مراقبة صارمة فيما يتعلق بنقل الأسلحة أو استخدامه لأغراض أخرى غير أغراض السفر؟ لا يعني هذا احتمال وارد، لكن ليس مضطر حزب الله أن يضع نفسه في هذه الزاوية الضيقة طالما أن كل الحدود الشرقية. لا بس كان في مشاكل في الماضي كما تذكر، مسألة شبكة الاتصال التي أثارت زوبعة كبيرة وقتها وكل هذه الأمور، يعني أليس صحيح هذا صحيح يندرج صحيح ضمن المخاطر التي صحيح، وهذا فجر مشكل داخلي هذا مفجر مشكل داخلي صحيح. 7 أيار واليوم نسمع بعض الجهات اللبنانية، يعني مثل زعيم القوات اللبنانية يقول يعني بتصريح عالي اللهجة أن وضع المطار يجب أن يعاد بحثه، فحتما مثل هذه الأمور ستكون مصدر للبحث. حتما بالنسبة لحزب الله المطار منفذ من منافذه المهمة والأساسية ولابد من مراقبتها، لكن أن يستخدم من أجل التهريب وتمرير السلاح أعتقد أن ليس هناك حاجة ملحة لوضع نفسه في هذه الخانة بالتحديد، لأننا كما تعلم أنت تعلم أيضا أستاذ مهند أن في مطار بيروت تتشابك الأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية في لبنان صحيح ليس كلها على قلب واحد أو على مسار سياسي واحد، فبالتالي مثل هذه الأمور ليس من السهل أن تظل سرا أو أن لا تكشف. أما مسألة المطار بحالة كاملة أعتقد كما قلت هي المسألة الأساس. حتما عندما يكون المطار تحت غطاء أمني شبه كامل لحزب الله هذا لا يسر الكثيرون، منهم الغرب، منهم إسرائيل، ومنهم بعض الأفرقاء اللبنانيين الذين حتما يستغلون هذه القصة من أجل رفع مطالب أخرى. كلنا نعرف مسألة النكايات في البلد، وكلنا نعرف أيضا الأهداف الإسرائيلية في البلد، وكلنا أيضا نعرف أن حزب الله متمسك بهذه المرافق المهمة ومصر على أن يظل يستورد السلاح وأن يستورد المعدات التي من شأنها أن تحدث لو توازن مع الجيش الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين قموري الكاتب والباحث السياسي كان معنا من بيروت.